دلوقتي احنا لما نختار الفئة الخاص، انا معاك ان انا تكيت الزرار كل حاجة، بس انا مش يعني مفيش اي حاجة بينت لي ان انا فعلا اخترت صح. فهو اللي هنا هنلاقي منين دلوقتي؟ اللي هنا اللي كتب هنا الخانة دي هنبينها بس بلون يليق مع لون البرنامج. وليكن ناخد اللي هي المقشة دي كده، أيوة ناخد بس دي كده اهو، ناخد المقشة دي نحطها هنا اهو وهنبينها اهو بس. وفي نفس الوقت اللي احنا هنبينها بقى طيب هنبينها مورد خاص وهكذا. دي النقطة التانية اللي احنا هنوسطن الكلام شوية. هنا انا عامل زهرة اهي. ليه احنا بنبين ليه بنعمل كده؟ عشان انا اعرف ان انا اتكيت الصح غلط واعمل اغلاق. هنا بقى ما اكتب ده دلوقتي الموضوع خاص. يعني ايه موضوع خاص؟ اقول لك يعني وليس مورد ولا ليس مستخدم كمبيوتر ولا ليس عاملين ولا ليس عميل، انما الراجل اللي عايز مني فلوس ده راجل عايز مني فلوس ملوش علاقة بالمؤسسة. هتقول طب انا مال المؤسسة ومال الفلوس اللي عليك بره ديت؟ يوزر خاص يوزر خاص مش شرط كل شغلي كله في نفس المؤسسة، انما دي حتة تنظيمية اعرف ايه اللي عليا وايه اللي ليا، حتى لو صرف النظر ان الراجل ده ملوش اي علاقة بالمؤسسة. اكيد بيحصل تصادف اللي يعني اخدت سلفة من الشغل والراجل ايه عليا السلفة اللي انا واخدها دي من شركة خارجية، وارد جدا بتحصل. حتى ولو وارد بنسبة 1% يبقى لازم نعملها. الله اكبر. الله دلوقتي احنا هنختار واحد شخصية خاصة ازاي تتضاف العملية دي، وازاي هنا مجرد ما اعمل كلمة خاص. طبعا هنا للأسف الشديد مفروض عدم تمكين الكلام ده، لازم نعمل لها عدم تمكين علشان برضك ما يحصلش أمور وحد يقعد يلعب لي في الزرار دوت هو مش له الصلاحية يعمل حاجة زي كده. اتأكد الموضوع ده على الكل. لا ده اعتقد ليبل، ليبل خلاص ليبل ده مش عارف. تمام كده. انا دلوقتي واحد يعني عليا فلوس بره، عايزين نخلص منين ونكتب اهو. ده شوف راجل اهو قنبلة هتتفرقع لو ما دفعتش فلوس عن مدة معينة، عشان دي الأيقونة الخاصة بالفلوس اللي عليا بره. طب الراجل اللي عليا فلوس بره ده مش شغال في المؤسسة خالص، ده عليا بقى عليا انا. هتقول لي مين المؤسسه؟ هقول لك يا سيدي معلش لازم برضك الحته التنظيميه دي للمستخدم، يعني حاجه زي النوته كده عشان تذكره، تذكره حاجه افاده للمستخدم. انا هكتب انا هحدد مين هو الشخص اللي عايز مني فلوس حتى لو هو خارج المؤسسه، مين هو الشخص ده. فمجرد اعمل كلمه خاص، اول ما كلمه اعمل كلمه خاص كده تظهر العملية الزائد دي، يظهر هنا أيقونة زائد. طب واحدة واحدة كده هنشوف أيقونة الزائد دي تتعمل ازاي. أول حاجة هنعملها هنعمل كام مربع
هناخد الاسماء دي كده اهو ونعمل المربعات الخاصة تكست بوكس واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة وهناخد عميل هيبقى قيمة افتراضية هنا وهنا عاملين هيبقى هنا قيمة افتراضية هنا مستخدم حاسب هيبقى قيمة افتراضية هنا مورد هيبقى هنا قيمة افتراضية هنا وهنا خاص ويبقى قيمة افتراضية هنا دي أول مرحلة لازم تتعمل في الشغلانة ده لأن الشغل ده مهم جدا 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 ده كله ده طبعا هيختفي هنا في علامة زائد لازم نجيبها وهي العلامة زي دي كده هناخد نفس الصورة دي وهنحطها اهو نشيل ال اون ده ماشي مطفية مفيش مشاكل دي بقى هتتحط ازاي تمام احنا عايزين نحطها في الحته دي كده في الحته دي عشان الاسم المستحق ده في الخاص مش هينفع يعني ايه تضيف رقم تضيف اسم على الفاضي لازم يبقى فيه ماشي ممكن نحطها هنا تحت الخاص نضيف اسم جديد وهنا بنيجي نكتب يعمل سيرش على الموجود يعمل سيرش على ايه الموجود ماشي طب نخلي دي كده اهو عشان نعرفه ان دي تبع نعرف بس اهم حاجه يكون الكلمه يعني دي زي ما انتم شايفين حصلت ايه فيها يبقى هي مستخدم الحاسب دي يبقى نكنس الكلام ده شويه هنخلي الفونت بتاعها 8 ماشي كده حلو قوي يبقى في حالة طبعا كده هيفتح لي حاجة طبعا ده كده غلط ان احنا نشيل نشيل اللينك ده نشيل اللينك دوت الموجود هنا اهو في حاجة هنا هي دي ما بوظهاش
واحدة واحدة بقى، واخد ركز كده معايا عشان في الحتة دي مهمة أوي. طيب هنا لو نفترض إن إحنا حددنا عميل، مش إحنا عملنا حاجة اللي هو إضافة عميل؟ تعال نشوفها كده. إحنا كنا عاملين إضافة عميل قبل كده. ربنا انشاء مستهدف، انشاء عميل هو ده. يبقى المفروض يفتح لي اللي هو فورم 26، فورم مدين. بص الحته دي مهمه قوي قوي، ركز كده، ركز في الحته دي مهمه قوي. احنا قلنا متفقين لو هنا عميل يبقى تكست 25، يبقى لو تكست 25 بتساوي بتساوي ايه بقى؟ تكست 22 في حد هيقول لي دلوقتي ما انا ممكن اعمل الحوار ده من غير تكست، من غير ده، من غير ده. اقول لك في 100,000 طريقه، مش طريقه واحده ولا طريقتين ثلاثه اربعه. اعمل الطريقه اللي تريحك. انا دي مريحاني، حته تكست بوكس دي مريحاني. نكون ان انا اخش اكتب اكواد 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 اكواد، انا فاشل في الاكواد، ضعيف في الاكواد. ف 100,000 طريقه ممكن تعملها، عشان في ناس زعلانه ان انا بعمل تكست بوكس كتير. يبقى ده لو في الحاله ده لو ده بيتساوي ده زين. تمام، في حد بيقول انت ليه بتعمل دي؟ ما تحط الكود على طول وخلاص. ها، لان انا عندي الكود ما بعرفش اكبر الفونت. قول لي طريقه انا اكبر الفونت ولا اعمل هنا. هنا ممكن اكبر الفونت اهو، بعد كده ايه باخدها كوبي عشان تشوف. افتح لي فورم اللي هو 26، اتاكد فورم 26. فتح نموذج هو ده، هات إلس أي حاجة غير كده متعملش، متعملش حاجة. إنت إف هنا أهو فورم 26 أهو، ناخدها كوبي ونيجي عند الزرار ده وندخل بقى ايه الكود عند عند كتابة الزرار. طيب في نقطة، النقطة التانية عايز اقول لك ايه، عايز اقول لك ايه يا سيدي، ممكن نعملها من عن طريق ديت. شوف كده ينفع نكتبها، ماكرو هادي بعد كده هنسيفها. بيتسيفت بإيه طيب؟ سيفتش تبديل
هل سيفت سيفين سيفين ايوه ثواني كده شكلها سيف بس تحت خالص ولا ايه؟ هو المفروض تتسيف دي عايزين نسيف هيد اكباس 11 مثلا بس يا عم كلاس 11 مش كده تعالى كده كلاس 11 شوف كده هي تظهر المفروض الشكل ده تقريبا ده تعالى نعملها كده سيفها خلاص 11 زيب دي واحدة بس فاهم صح بورد فورم تيبل طيب مش مهم عند الغلاق هنسوي الكلام ده معنى كده انا عملت ايه دلوقتي اهو نزل اهو ماشي حتة تاني هتفرق هتفرق احنا عايزين ده ماشي شوف ايه اللي هيشتغل نشوف ايه اللي هيشتغل ايه ده ماشي ده شغال ده شغال تعالى كده نجيب 110 نشوف كده الدنيا تمشي ازاي هنا لو في مشكلة هنا انا اقول لك على المشكلة دي انا اقول لك على المشكلة ماشي عارفني عارفني ده يا سيدي عنوان وده عنوان بس انا مش هفتح من هنا الزرار اللي هنا لو ده بتساوي ده وده ماشي ثواني كده امسح ده بقى امسح ده امسح ده امسح ده بس حاجة دي يا سيدي نفترض موضوع بتساوي خاص خلاص هنلغي بس الحتة اللي هنا بتاعت مش ديت اللي هي بتاعت الهند دي شيل خلاص المفروض يعمل خاص طب هنا ما دكش لكن لو هنا عملت اخترت الفئة واخترت عميل وعملت اغلاق كده يفتح ان شاء الله كده فتح اهو
كده ايه فتح. انا عايز ايد تظهر وليس صح بينزل بيظهر كده. احاول بقدر الامكان ان انا الكود اللي انا عملته هنا اهو ده تبقى علامه ايد. احاول بس ان انا اسيب دوست اللي ايه حاجة نسيبها كده